لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء آمنت بالله صدق الله العظيم.